بهيدي الحلقة بتختلف كتير عن كل الحلقات، لأنه بكل حلقة كنا عم نقول شو المشكل وكيف ما نلاقي الحل، بس الحل بهيدي الحلقة يمكن أصعب من كل الحلقات، لأنه عم نجرب نلاقي حلول مش عبر مسائل تقنية بس عبر مقاربات كاملة لنقدم التزام. كرمال هيك رح بلش معك لوري، البديل يلي كلنا عم نبحث عليه شو مواصفاته؟ يعني لا شك انه اليوم عم نحكي عن بديل، ما عم نحكي عن اشخاص ابدا، لانه هي مش الفكره انه نشيل اشخاص وحط بدالهم اشخاص ثانيين وتكفي حياتنا طبيعي او نحلم بالحياه اللي كان عنا اياها قبل. اليوم صرنا بمحل مفصلي جدا، صار بدنا منهجيه مغيره كليا على طريقه تفكير وطريقه اداره البلاد. بدنا اول شيء رؤيه وشو بدنا انه لبنان يكون، لانه اليوم ما حدا عارف شو دوره للبنان الا وجع 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 يعني راس امني اجتماعي اقتصادي، خايفين منا انه نروح نحن هجره واتسترا. اليوم بدنا نخلق هيدي الرؤيه الجديده، بدنا نخلق رساله جديده للبنان، لبنان شو دوره بالمنطقه وشو دوره بالعالم، ومن هونيك نحط السياسات اللي نقدر نطبقها ونحط الامل ونزرع الامل والثقه. يعني البديل حدا او مجموعه عندهم رؤيه؟ هي مفروض يكون في مجموعه شعب كله عنده رؤية، وبيجوا الأشخاص ينفذوا هالرؤية وهالسياسات. الأشخاص بطلوا هن المحور اليوم وهن اللي بتدور حواليهم السياسة، اليوم الأشخاص هن المنفذين لهالرؤية والاستراتيجية الكبيرة اللي حاطين على دور لبنان، لأنه ما بقى فينا نكفي مثل قبل. بيجوا هالأشخاص ليه ضروري يكون في وجوه كمان لهالرؤية ولهالسياسة ولهالمنهجية؟ لأنه هالأشخاص هن اللي بدهم يعطوا الثقة بالمواطن تيمشي ورا هالرؤية، تيكون قادر إنه أنا بدي نمشي ورا هالصوره اللي حاطين اياها ورا رساله لبنان ونمشي فيه. فاليوم هي منهجيه، رؤيه، سياسه والاشخاص المنفذين. ديانا، كل الناس بتسالنا بدكم تشيلوا فلان وتجيبوا فلان، بدكم تشيلوا علتين مين بيجي محله؟ دائما المقارنه بتكون انه البديل هو بديل زعيم. كيف نخلص من هيدا المنطق؟ نخلص من هيدا المنطق مارك بمنطق المشروع يلي ذكرته لوري. هلا طبعا هون ما بنستثني اهميه انه الاشخاص يلي بدهم يوصلوا بدهم يكونوا كفؤين وبدهم يكونوا هن كمان قادرين انه يحملوا هيدا المشروع، ولكن المنطق بنخلص منه عبر طرح المشروع، وهيدا الشيء شفناه بعده محلات، شفناه بالانتخابات البلديه بال 2016 ببيروت، وقت بيروت مدينتي نزلت على الانتخابات وارتكز كل الحملة ارتكزت على مشروع، ما ارتكزت على أشخاص، الأشخاص اجوا بعدين. شفناه اليوم بنقابة المهندسين، بالنقابة تنتفض، بس كانت الحملة كلها مرتكزة على المشروع، وطبعا شايفين حاجة كتير كبيرة لإله قبل الانتخابات النيابية المقبلة. شو هو المشروع يلي قدر الناس تحس انه هي كمان بتملكه وانه هيدا المشروع بيحكي معه؟ دانيال، هون السؤال، حكيوا عن مشروع وعن رؤية، طيب الناس كيف فيها تفهم هيدا المشروع والرؤية؟ يعني كيف المواصفات، كيف بدي اقتنع لأوسق أنه هيدا المشروع والرؤية صح؟ ليك مارك، أنا برأيي إذا بدنا نعتبر أنه الناس هي اللي بتحدد البديل وبالتالي هي اللي بتشرع البديل، بدنا نفكر بالناس شو رايحين يجيبوا من البديل. مزبوط، الانتخابات بالنتيجة هي مثل حي الله سوق، في عرض وفي طلب، في ناس عم بترشح حالها وبالتالي عم تعرض حالها كبديل، وفي ناس عم بتقول انه انا بدي اخذ هالبديل او لا. خلينا نشوف الناس هن بدهم يفكروا شو بدهم. يعني على صعيد المثال خذ الأشرفية، اذا بكرة بدهم حدا يدافع عن الأشرفية ويحمي أهل الأشرفية، ما عايزين بديل، رح يروحوا على اللي كل عمره كان يحارب بالأشرفية. إنما إذا بدهم أشرفية لتسي متطورة ذكية مدينة عصرية، ما رح يلاقوا هونيك، رح يروحوا ينبشوا بمحل تاني. سو التحدي الأساسي هو بكيف التثقيف يلي رايح يجيب البديل شو بده. أنت إذا رايح تشتري من زيت المحل رح تكون هي زيتها، وبالتالي بيتغيروا الأسامي. يعني هي مسألة توقعات الناس ومفهومهم، طموح الناس مش توقعات الناس، لأنه الناس متوقعة تتغير. اليوم طموحهم لسوء الحظ نزل، يعني اليوم
في مثل كثير لذيذ، هيدا اللي كان بالحبس ضل يقول لانه هو مظلوم، ضل يقول انا مظلوم انا مظلوم، حطوه بزنزانه متر بمتر، صار همه يرجع على الحبس العادي، وبالتالي نسي هيدا. اليوم الناس راحت ملهيه بالبنزين وملهيه بالمي وملهيه بالكهرباء وملهيه وملهيه، ونسيت انه بالاخر الطلب الاساسي هو تغيير المنهجيه كلها وتغيير الطقم السياسي كلها، وصارت بدها مين يجيب لها بنزين، وبالتالي هون الخطر، لانه بيقدر يمكن يجيب لها بنزين واحد يعني من السلطه القديمه. يعني هيدي صارت تقنيه لضرب المشروع وضرب الرؤيه بطبيعه الحال. لنرجع على المسائل البسيطه، بس خليني اسال هون جيتا هيدا السؤال، اذا اليوم نحن مساله شرعيه البديل، هيدا البديل بده يكسب هيدي الشرعيه، بده يقدر يشتغل فيها. اللي عم بيقولوا انه ممكن يردونا على المنطق القديم. المنطق الجديد من وين بيجي وبيكسب شرعيته؟ المنطق الجديد بيكسب شرعيته من شغلتين، من المشروع ومن الناس. الناس هي مصدر الشرعية لكل شيء، فأنا لحتى أكسب شرعية أي مشروع بدي أقدمه بدي أشوف الناس شو بدها. وللأسف للأسف بعض السلطة كتير ذكية، المثل اللي عطاه يمكن ما كملوا للآخر، فوتولهم بقرة آخر شيء على الحبس، وهيدي البقرة بس شيلولهم إياه ونظفوا الزبالة اللي هي دواء وبنزين وغيره وغيره مش الحال، وما بدهم لا حرية ولا غيره. فنحن هلأ واصلين لمطرح الناس بتقلك مين ما إجا يجي، يعني تمام هلأ رئيس الحكومة الجديد هيدا صار مجرب مرتين قبل، هلأ عم يرجع يجيبوه هو ذاته، فهو ذاته مجرب مرتين قبل. الناس بيقولوا لك بس الناس بتقلك يا رب تتشكل الحكومة بس يمشوا لنا وضع البنزين والدواء وما بدنا شيء، فرجعت الناس على طبيعتها مثل ما كانت قبل. فالمشكله حتى حسان دياب، يعني نحن التغيير ما بيكون باشخاص، ما حسان دياب شخص اجى، صحيح كان مستلم وزاره التربيه بس كمان شخص، هل عمل فرق؟ ما عمل فرق، عمل كتاب 1000 صفحه 100%. فنحن بدنا مجموعات او احزاب غير تقليديه، تكون احزاب جديده بدها تبني وطن على اساس كله جديد، نظام كله جديد، سياسه اجتماعي اقتصادي اهم شيء. فاذا يلي عم نقوله نحن انه اليوم البديل هو رؤيه ومشروع وعدم انه نعلق بالتفاصيل الحياتيه ونقدر ننتظم لنقدر نشتغل. نزلنا على الشارع وسالنا المواطنين مين برايهم البديل وشو الصفات، خلينا نسمع الاجوبه. اهم شيء تكون وطني، اذا كنت وطني بيمشي الحال. واحد يحب لبنان البديل لازم يكون مجرب، يعني بديل مجرب يطلع من قواعد شعبيه مش من مقابلات التلفزيونيه او الزعماء الاحزاب الجديده او هيك شيء. بلبنان ما في شيء اسمه بديل، بلبنان كيكي كيكي مثل ما رحتي جيتي نفس الشيء. ما حيوصل بديل، بتعرف ليه؟ لانهم الزعماء عم بفقروا الشعب، ولما يفقر الشعب مثلا لا انت شو ببلش صباحك؟ بدك تفتش على بنزين وعلى خبز وكذا، بتبطل تفكر بمبدا التغيير. بدنا واحد يعرف ميزان البلد كيفيه، ولا يكون طائفي لحدا ولا منتمي لحدا وبعيد عن كل الاجواء. لوري سؤال لك، كلنا بنحكي عن البديل، حتى نحن عم نحضر الحلقه دائما البديل رجال. وين البديله؟ بالمواصفات ما حدا حكي انه لازم يكون من الكل. ما لأنه هيدا كمان اللي بدنا نغيره، مش هيك عم نقول في نفضة اليوم بدها تصير، وحتى لو أنه عم يلهونا بقصة بنزين وقصص في نفضة بدها تصير، ونحن واجباتنا أنه نحن كمان مثل ما هني عم بيعملوا متركاج على قصص أنه في حصار علينا ونحن المظلومين ونحن ونحن وقادرين نأملكم، نحن في الكاونتر ناراتيف اللي بدنا نعمله، السردية المقابلة لهيدي، أنه لا نحن موجودين وقادرين نعمل الفرق ونحن باقيين، واللي عم بفل بدنا إياه أنه إذا بده يفل يفل، لأنه بدنا إياه يرجع بالإنرجي تبعيته كله يرجع يحط ايده بايدنا وننزل كلنا لنغير. في شيء بده ينقبع، واليوم مش فرقانه معي انا بنزين مش بنزين، كلنا بدنا نروح نعرف انه هن السبب ونحن بدنا نبدل. كل اللي حكوا هدول يمكن انت اخذتهم سلبيه، ولكن كل اللي عم بيحكوه بالنسبه لي ايجابيه لانه واعيين على الموقف. فكل اللي بدهم اياه انه بدهم مين يحكيهم يخليهم يوصلوا انه فينا نغير وراح نغير وفي البديل اللي بده يتغير. ومثل ما كلنا عم نقول صار واضح البديل هو الانتي الموجود اليوم بكل سهوله، ما بدها انه ما بدها يعني تفلسف تفسر لهم انه شو نحن ممكن نعمل، لانه اكيد صاروا يعرفوا انه هن لوين وصلونا، اكيد ما في أسوأ من اللي وصلنا له اللي هو نحن اليوم عم نفتش على
ابسط حقوقنا ابسط امورنا، ونحن بنعرف انه هن اللي سرقوا لنا ابسط امورنا، هن اللي سرقوا لنا احلامنا، هن اللي سرقوا مستقبل اولادنا. فصارت كثير هينه حملتنا، ما فيك تتصور قد ايه الحمله اليوم هينه انه تجيش الجماهير انه تصوت ضدهم لهالعالم، لانه افعالهم هي بدينهم، ما بقى في شيء نعمله. فاللي عم بفلوا ما تخافوا، فلوا مرتاحين، لانه انتم قرفانين منهم ولكن مش قرفانين من البلد، وهيدا اللي بخلينا انه نوثق فيهم انه هن رح يعملوا كل الفرق بالانرجي تبعيتهم، ونحن بلبنان جوا بدنا نحارب للاخر لحديت ما نشوفهم كلهم ساقطين. جيتا، بالمشروع اللي عم تحكي عنه لوري، قلتي انت عن التنظيم وتنظيمات ومش تقليدية ولازم يشتغلوا الى اخره، طب هيدي التنظيمات قادرة تعمل نتيجة بالمشاريع اليوم؟ في يوميا مشاريع عم تنطرح، قادرين يقدموا مشاريع بديلة؟ طبعا قادرين، بس المشكلة مش بالمشاريع ولا بالأشخاص، المشكلة بالإعلام يلي ما عم بيضوي إلا على الشغب يلي بصير، وين بيلحقوا لهم شي شغلة هيك خضة الدنيا بيلحقوها، بس إنه يضوا على مشروع قامت فيه الأشخاص الموجودين اللي عم بيتعبوا، في مراكز دراسات عم تتعب، وفي عندك أشخاص مجموعات بالثورة عم تعمل دراسات وعم تقدم مشاريع عم تتعب فيهم. ولكن المشكلة هي التسقيف السياسي يلي نحن عم نفقده، هيدا تسقيف العالم. أنا كيف بدي وصل رسالتي للمدام اللي كانت عم تحكي واقفة على الطريق؟ أنا هلأ ما بتحضرني المدام، ما عارفي مين أنا اللي عم بحكي، طب كيف بوصل لها مشروعي؟ الإعلام منه حد اللي هو شيء أساسي لحتى نجح أنا ثورتي اللي ماشية فيها، سياسة ما في، ما حتى ولا يعني وسيلة إعلامية بتطلعك على السياسة تخبرك شو لازم تعمل، غير إنه إعلام كمان منه حدك، أنت منك قادر تروح تحتل مكان لإلهم لأنه القاعدة الشعبية ما عم توصل لها البدائل وزهقانة وكلها مثل ما سمعت بدها تفل. وبالها بالأمور الحياتية مثل البنزين والدواء. بس في كتير ناس بتقول الهواء انفتح سنة كاملة لكل الناس اتحركت بالأرض وما شافوا ناس يلي بيقنعهم لأنهم يجوا يقولوا نحن معكم. ليش؟ لا بكل بساطة الإعلام ما بده يفرجي، وهيدا الشيء بيكون أكيد مدفع لهم عليه حتى ما يفرجوا. كل اللي كان الإعلام عم بينقلوا عن الأرض هي الثورات الموجودة على الأرض، التحركات اللي على الأرض، كل شيء عفوا يلي بدهم إياه مثل ما قلت لك، كل شيء بيروحوا عليه شغب يلي بيعمل لهم سكوب إعلامي، أما كل شيء ثقافة ما بيطلعوا على التيفي ولا حتى بيفتحوا له الهواء لساعات حتى يشرح الواحد فكرته. كرمال ما نعمم على الكل، على الأقل في هيدي المساحة. دانيال، كنت بدي أسألك اليوم البديل بصفاته بقناعاته، الناس اللي عم تفتش عليه، مين الأحزاب الجديدة؟ كيف فيهم يدعوا أنه هن البديل؟ شو عم بيعملوا؟ ليك، أول شيء في كتير أحزاب جديدة ما رح سمي، بس هون في ثلاث أشخاص وأنت الرابع، وفي عدة أحزاب وعدة ناس كل واحد منهم بديل. مش صعب تلاقي بديل، لأنه ليك شو في مقابلك، يعني في حدا بيقول إذا ما بتعرفونا بتعرفون، وهيدا يمكن أكبر. بس بكفي نجي نقول أنه الأحزاب البديلة كل شيء عليها تقول أنه أنا مش هني؟ لا أبدا، ما هيدا الجاي لأقوله. دونك أول شيء أنت هيني لألك وأنا معه لأنه معروف هني مين. هلا وقت لما نطلع لهون يمكن وانا بعترف انه على القليله مجموعتنا ومجموعات كثير عملنا غلط بالاول، انه ركزنا اكثر على عيوب من على حسناتنا، وهذا الشيء عم يتغير، ولكن طبيعي بالاول كان في غضب شعبي نزل على الشارع، هالغضب الشعبي بطبيعه الحال بده ينتقد وضع معين ويبني عليه، وكنا عم ننتقد اكثر من ما عم نعطي حلول. ولكن اذا بتطلع بالايكو سيستم تبع الثوره بالاجمال كله عم يتغير يوم بعد يوم، واليوم في كتير ناس عم بيعرضوا مشاريع موجوده ومشاريع منيحه ومشاريع واقعيه وكفيله بانه ترجع تعمر لبنان من اول وجديد، من كلنا اراده لغير ولغير ولغير. وبالتالي مش ناقص ولا مشاريع ولا شيء، ناقص انه نبلش نحن نغير بتفكيرنا ونركز اكثر على شو بدنا على شو ما بدنا، وننتقل من مرحلة النقل لمرحلة اللي الواثق من حاله أنه في يربح وبيعرف شو بده يعمل بس يربح. ديانا، أنتوا عم تشتغلوا على كتير مشاريع وعم تطرحوا هاي المشاريع على كل استحقاق، كيف هيدي المشاريع ممكن تصير بالنسبة للناس هي مشاريع بديلة؟ كيف بتعيش؟ أول شيء هذه المشاريع في حدا لازم يحملها، في مشروع أكبر لازم تكون جزء منه، في مجموعات لازم تحملها، وهيدي المشاريع اليوم خلينا نحكي، أنت اليوم جزء من هيدي المشاريع عم بيقدم حلول اليوم ما بتقدر غير السلطة تقوم فيها. اليوم ما في عندك سلطة قادرة أن تحرك شيء، وإذا نحن الطريق الثاني اللي لازم نسلكها هي أنه هيدي المشاريع تحملها
الأحزاب المعارضة وتقول أنا وقت أوصل على السلطة رح طبقها. اليوم هيدي المشاريع على القليلة بتفيدنا بأنه بتضوي للناس على الخيارات الأخرى يلي موجودة، بتقول للناس مثلا اليوم الأزمة الاقتصادية يلي عشتوها آخر سنة ونص ما كان بالضرورة تكون هالقد كبيرة أو هالقد قاسية عليكم، تفضلوا هيدا كان المشروع يلي كان مفروض ينعمل. بتقول للناس اليوم طريقة رفع الدعم مش بهيدا الطريقة بتصير، هيك بتصير، وعلى الأقل اليوم قدرين أن نضوي على هيدا الشيء. بس مارك بدك تسمح لي بدي أرجع على نقطة كتير لفتتني بالريبورتاج وفعلا عبالي كمان نجاوب على هذا الشيء اليوم، انه الناس مثل ما قالت لوري مقتنعة انه اليوم هيدي السلطة يلي موجودة ما بقى في منا نوى، ومنا عايزين نقنع حدا انه هو العالم فاسدين وفاشلين. اليوم نحن بحاجة بوجهن، مش بس نقول عنا رؤية وعنا مشروع، لان كمان هيدي حرب الافكار بعد ما ربحناها وهيدي كتير اساسية وبعتقد كلنا ذكرناها، بدنا هيدا الشيء نزيد عليه ناس بتوحي بالثقة، بس كمان بدنا نحسس هالناس انه نحن قادرين نعمل يلي عم نحكي فيه. في ميزان قوى بدنا نظهره وبدنا نفرجيه للناس، نحن مش بس حبوبين ولذيذين، نحن قادرين. وهيدا اللي ناقص طبعا. يعني اليوم القدرة عند القوى الأحزاب البديلة يلي عم تطرح حالها وتقدم على الساحة، عند القدرة لتحمل مشاريع وتواجه مارك. شوف هن نرجع على هن شو قادرين يعملوا؟ قادرين يأمنوا بنزين، قادرين يأمنوا دواء، قادرين يأمنوا هدول الأمور كله من جيبة الناس. طبعا كله من جيبة الناس، ما هن سرقوا الدولة واليوم عم يسرقوا المواطنين. معروف انه هن ما عم يدقروا بمصرياتهم، هن مصرياتهم برا، كل شيء عم بيأمنوا لهم، بس عم بيأمنوا لهم اللي بدي احاول لك، عم بيأمنوا لهم قصص البسيطة اليومية. نحن اللي عم نطرحه هي الأفكار اللي بتبني الدولة، ومش هيك تاخد وقت. نتذكر كنا بال2018 كنا نقول لهم يا جماعة صوتوا للبديل اللي موجود بال2018، لأنه لازم الدولة ترجع توقف على إجريها وما تكون رهينة هالميليشيات كلهم اللي أخدينها للدولة ورح تندموا بعدين. ما كانوا قادرين يقشعوا، فنحن قدرتنا لأنه شغلنا لأنه يعني بناء البنى التحتية اللي بتاخد وقت، وهن عم بيأمنوا لهم هيدا دواء وهيدا جالون بنزين وهيدا مدري شو. فالمواطن صار واعي انه تأمين الجالون البنزين ما بيبني دولة. الحفر اللي نحن عم نحفره اللي عم بياخد وقت أكتر، ولكن صار له من 2011 أقلها، وقتها كنا عم ندعي بالدولة المدنية، وصلت اليوم انه أسقطت هيلة هذه المنظومة، انه نحن شغلنا بده وقت. يعني مواجهات القوى البديلة عم بتزيد وتيرتها؟ عم بتزيد وتيرتها وعم بتزيد فعاليتها. اليوم ما حدا منهم قادر يظهر لبرا، اليوم كلهم صاروا يهانوا. شوف على السوشيال ميديا ما في حدا بقى عنده ذرة احترام، حتى لو هن ذباب الإلكتروني تبعهم بيهاجموك بيعملوك. المواطن صار انه خلص كارهون، ما عندهم ثقة. المواطن مش قادرين يمشي، هلأ يطلع حدا يمشي بنص الطريق، هيدي انتصار. وقت هن كانوا يمشوا انه هن محور الكون والباقي كله ذباب وراهم، اليوم مش قادرين يظهروا لمحل، بدهم يروحوا يسافروا، عم بيسافروا بالسر، عم بيعملوا كل شيء بالسر، عم ياكلوا بالسر. فهيدا انتصار وبدنا نكفي فيه. مش هيك هيدا النفس الثوري اللي صار له فترة اللي عم نبني عليه بال2022 بده يضاين للآخر، وشو ما هن عملوا رح نضلنا نطلع لهم. هن بدهم ينا، نحن رح نطلع لهم من هون. بس هن هونين رح نطلع لهم من هون. ناس لوري وجعها كبير لدرجة انه عم تقول انا ما رح صوت لحدا الا لكون مقتنع انه هيدا الحدا عنده القدرة يشيلني من مشاكلي. بدي أعرف شو رؤيتهم وشو برامجهم. خلينا على أساسها بس نشوف الناس شو قالت لما قلنا لها شو المشروع يلي أنتوا ممكن يقنعكم لأنتوا تعملوا هيدي النقلة. خلينا نشوف هالتقرير. لازم الطبقة تتغير وتجي طبقة جديدة من الشباب اللي لازم يكون عنده فهم وضمير وعنده مشروع واضح سياسي إصلاحي. كنا يعني من زمان، لا كنا مبرمجين نجمع بعض كل مين له ناس وتعرف منطقته ونطلع، انه نحن انتخبنا يعني، وهيك كنا على اساس انه احسن ننتخب بوقتها. بس هلا ما على اللي شفناه هيك ما بعتقد حننتخب. اكيد اول شيء بتطلع على برنامج الانتخابي، ومن بعد ما انا انتخبه وفي حال انه طلع
بالانتخابات، انا براقب ادائه من بعد ما يطلع بالانتخابات، لانه هيدا واجبي انا كمواطنه لبنانيه، انا من بعد ما طلعه لانه هو بيمثل صوتي اتاكد انه هو عم يشتغل على اللي قال حيشتغل عليه. اذا اعتمدت انتخب مجبور ورا البرنامج، بس للاسف انا بعمري خلص. كله قبل ما يجي على الكرسي بيقول لك اللي بدك اياه، وبس يصير على الكرسي بيصير بيدفشك بصرماته. يعني قليل يلي بتطلعوا ببرنامج، بس انت على ارض الواقع في عندك اليوم حساب موجوده، ويلي بتابع اكيد بيعرف لمين بده يعطي، يلي عم بيشتغل ويلي عم يفيد، وفي ناس ما فيك تعطيه. صراحه في كثير من المرشحين ما كان عنده برنامج انتخابي، على امل هالمره يعني حطوا برنامج انتخابي تنعرف شو هدفهم وشو بدهم يعملوا، كيف بدهم يطوروا هالبلد، لان اذا ضلينا هيك مش حنوصل لمحل. يعطيك العافيه. بدنا نقرا اذا لصالح البلد وصلحنا منتخب. طبعا مفروض اعرف شو بده يعمل، بس هن بيقولوا لك البرنامج الاصلاحي تاعهم بيحكوا حكي وبس يفوت عليه العوض. بنقرا البرنامج تبعهم، بنقرا شو بيعمل، ولكن ما عم بيخلوه يوصل. يعني هيدي المحل اللي عم بيركبوها ما حاش حدا بيطلع. بترد انه نزل واحد له قيمه وعنده برنامج منيح ما بيوصل. جيتا عندك برنامج جاهز يقنع هول الناس؟ هلا انا ماني هقدم على الانتخابات، بعدني صغيره كثير، بعدني اول سنه حقوق وبعد بكير حتى افكر بهالشيء. بس اللي بدي اقول لك اياه انه نحن السؤال الاهم من كل هيدا انه نحن هل بدنا ننتخب على نفس قانون الانتخاب اللي هن حطوه؟ هيدا ما بصير. يعني شوف كيف عم بيجاوبوا، هيدا اللي برجع للتسقيف السياسي تعول العالم. هل قانون الانتخاب اللي مفصل عقياسه من صوت تفضيلي لدوائر على اساس كل زعيم وكل طائفه؟ بس بغض النظر عن القانون، في ناس كانوا عم بيقولوا لي كنا نجمع حالنا ونروح ننتخب. ايه طبعا، ما هيدا هلا اليوم عم بيقولوا لك بدي اعرف شو بدي انتخب مين، لانه انا ما بقى بدي انتخب على الطائفة وكل عمرنا. ما حدا منهم قال نحن كل عمرنا هيك ومنضلنا هيك. أنا معك. كله بده يغير. هيدي عينة. يمكن أنت هون عاملين أكيد دائما بنعمل بالحمرة لأنه بيكون في مختلف أو محلات تانية. خلينا نطلع على بعلبك، على طرابلس، بس على الجنوب. هل أنت من اللي بقى شو بتعرفي هون؟ أكيد لا. الأجوبة اللي تجاوبت هون ما هتتجاوب هي ذاتها هونيك، لأنه في مشكلة تسقيف سياسي للعالم، وفي عنا مشكلة إنه العالم مفكرة إنه في أثقال. أثقال شو هي الأثقال؟ أثقال سياسية، مفكرين إنه لبنان من بنى إلا كرمال هول. يعني الناس اللي عم بيصير فيها كل هيدا الحق عليها؟ طبعا لا، الحق على اللي ما عم بيعرف يسقف هيدا العالم، والحق يلي ما عم بيفرجي العالم شو حقها وشو واجباتها، بس عم بيقولوا للعالم انتم شغلتكم واحد اثنين ثلاثه بس بتعملوا هيك 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 وما خصكم بالقصص الثانيه. فنحن مشكلتنا قانون انتخاب بده يتغير لحتى على القليله، ليه بيتمسكوا كلهم بوزاره الداخليه وكمان ايضا وزاره العدل؟ بيسيطروا على الانتخابات. طبعا تيسيطروا على الانتخابات، فهل نحن حننجح؟ وهل هن لو شافوا البرنامج الانتخابي ولو شافوا شو ما شافوا حيقدروا يغيروا؟ لا، انا بالنسبه لي يمكن يصير في تغيير ببيروت، ولكن بباقي المناطق ما في امل انه يكون في تغيير الا اذا تغيروا قانون الانتخاب، وطبعا تغيروا الناس الموجودين المستلمين وزارات، وزاره الخارجيه ووزاره العدل. كل الوزارات الأساسية. دانيال، اليوم أنت من برات بيروت، أنت موافق على نفس وجهة النظر اللي بتقول أنه الناس ما رح يغيروا، رح يصوتوا على الغريزة ومش مهم البرنامج؟ ليك أنا أول شيء بحب أنه نعمل ميا كوبا كلنا، يعني الموجود موجود، حق علينا وحق على المجموعات وحق علينا كل واحد منا هون، وأكيد حق على السلطة أهم شيء. اليوم في تغيير، هيدا اكيد. اليوم حتى اللي ساكن بالبقاع وحتى اللي ساكن بجرود كسروان عم بيشوف وعم ببلش يكتشف وعم ببلش يتعرف على ناس. ما بعرف انا اليوم اذا رح يروح يصوت على برنامج او رح بالاخر يخلص على مين بيخدمه. وهيدا بدي ارجع على اللي قلته من الاول، انه انت رايح شو رايح تجيب؟ بدك بديل يخدمك ويدبر لك حصص؟ مش نحن البديل. بدك بديل ما يعمل لك ولا خدمه بس يعمل لك بلد مش عايز فيه خدمات اصلا؟ نحن البديل. حسب توقع الناس بينعمل. طيب هيدا البرنامج كيف بيوصل للناس؟ لانه هي عم تقول الناس لازم يتسقفوا. البديل اللي بيخبرون اياه ولا ما نضلنا ناطرين 30 سنه للناس توعى؟ مارك بدي لك شيء، الناس عم توعى. لبنان بلد مثقف سياسيا، منه هالقد، ولكن في تغطيه وفي كان هيمنه إذا بدك لسلطة أو إذا بدك طقم سياسي قديم. اليوم عم يتغير،
أنا اللي ما بعرفه وما بفتكر حدا منا بيعرفه، إذا رح يكون هالعشر أشهر الجايين اللي هن مفصليين لإلنا رح يكونوا كافيين لفعلا هالشعب يتسقف ويروح على الضفة الثانية ويبلش يصوت على، أنا برأيي إذا قرر يصوت على برنامج مش على خدمات ربحنا الانتخابات، بس مني أكيد إذا أوريدي حاضر. ديانا، دولة دايما نسمع الدولة العميقة، يعني شيلوا ال 128 وشيلوا الوزراء رح يضل عندكم 300,000 بالقطاع العام أكتريته عنده ولاءات معينة، فحتى لو جبتوا برنامج بياخد العقل ما في مين يطبقه. هل البرنامج هو المدخل الصح ولا في نفضة لازم تصير لأنه الدولة العميقة ممكن توقف كل البرامج؟ طبعا في نفضة لازم تصير، بس هون كمان بدي ارجع على شيء حسيت بالاجوبه كلها انه في تركيز كثير على موضوع الانتخابات، وهون برجع لموضوع الدوله العميقه. ما بعتقد حدا منا هون متخيل انه الانتخابات هي اذا بدك حتى لو نحن جبنا 15-20-25 مقعد كمعارضه رح هي يلي تقلب المشهد ورح هي يلي تقلب الطاوله. الانتخابات هي اساسيه لانه بمحل معين رح تقول لحدا مثل جبران باسيل انت ما بقى قادر تقول انك بتمثل 70% من المسيحيين، رح تقول لحدا مثل الثنائي الشيعي انتم ما بقى فيكم تقولوا انه انتم محتكرين التمثيل الشيعي. ولكن في ورشه كثير ابعد من الانتخابات النيابيه لازم تصير، هيدي سلطه تستمد شرعيتها مش من وراء المؤسسات الديمقراطية. يعني المشروع أبعد من برنامج انتخابي. طبعا هيدي السلطة هي مثل ما كنت عم أقول تستمد شرعيتها بشيء أبعد بكتير من التمثيل بهيدي المؤسسات. هيدي السلطة شرعيتها هي قائمة على اتفاق أنه نحن زعم الطوايف، شرعيتها هي أنه هن مقسمين الجاتو على أساس أنه نحن زعم الطوايف، شرعيتها هي أنه أنا حامي الطائفة. وإذا في شغل كتير كبير كمان لازم يصير على الصعيد المجتمعي ليصير الناس بدها شيء مختلف، الناس ما بدها أنا حامي الطائفة، الناس بدها أنا اللي بدي أبني دولة وهيدي الدولة اللي رح تحمي الناس واللي رح تقدم الخدمات إلى آخره. إذا في شيء أكبر بكتير من الانتخابات. لوري، أنت خبيرة نفط وغاز، اليوم سؤال هيك بسيط، مين بيعرف أكثر وبيعتمد سياسات أحسن، قوى المعارضة ولا قوى السلطة؟ لا، قوى المعارضة أكيد بتعرف أكثر، قوى السلطة بتعرف بالمحاصصة أحلى، هيدي أكيد، هن اختصاص ملوك المحاصصة بكل المواضيع. القوى المعارضة اللي عم تطلع بناس فهمانة ملفاتها كلها، وقوى الأحزاب كلها الجديدة الناشئة عم تبني على أنه نحن بنفهم بملفات وماسكين ملفات بقلب أحسابهم، وبذات الوقت مع نهج تغيير كلي لأنه مدني كلي، لأنهم جزء من المحاصصة ولا لأنهم مضطرين يبرهنوا أنهم أحسن من غيرهم؟ شوف، في جزء منه أنه أوقات صعب علينا بدنا نبرهن أنه نحن نفهم بملفاتنا، صحيح، ولكن أعتقد أنه خلص معركتنا صارت واضحة اليوم، معركة بناء المؤسسات، بناء الدولة. اليوم ليس هنالك من دولة، هناك تفتت كل للدولة لصالح المجموعات، وما فينا نكفي هيك، لأنه إذا كفينا هيك مجموعات ما فيها تخلق إنسان متساوي مع الآخر، يعني رح نصير مقسومين كلنا، وكل طائفة هي وقوتها أو مين حسب الحزب الأقوى هو بده يدير. هيدي لا تبني دولة، الدولة المدنية، الدولة القانون، الحريات، المساواة، هيدي الدولة هي الدولة المدنية اللي نحن عم نعرضها على المواطنين إنه بدنا نبنيها، إن كان عبر الانتخابات، إن كان عبر النقابات، إن كان عبر أي معركة كانت، وخاصة على معركة بناء المواطن. بناء المواطن اللي ولا مرة هالدولة بنيته، لك من التسعين لليوم ما بنيوا هيدا المواطن، ما بعد التسعين خلوه مواطن الميليشيات تبع الـ75 وضلوا ساحبين فيه. بدنا نبني دولة المواطن، المواطن بدنا نشتغل نحن وياه على شو يعني دور المواطن. المواطن هو المحور معك اليوم، مش هو المحور، هن بيستغلوا للمواطن، المواطن هو الأساس. هلأ التكتلات الطائفية هي المحور مع المحاصصة والحقوق.